أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قمة البحرين العربية تأتي في ظرف غاية في الدقة بالنسبة للأمة العربية. وقال أبو الغيط إن الاستقرار الإقليمي يظل هشا وقابلا للانفجار طالما استمرت القضية الفلسطينية قائمة من دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره. وأضاف أن العدوان على قطاع غزة وصمة عار ليس على جبين الاحتلال فقط، بل على جبين العالم الذي يقبل بأن ترتكب هذه الجرائم في هذا الزمان، مشددا على أن كل تحرك سواء كان عربيا أو دوليا لوضع حد للجرائم الإسرائيلية يظل ضرورة قصوى.